السلام عليكم الكبيرات ديولي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايره مع الصحه؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي، تكونوا بصحه جيده. ايوا بركه الخير، بركه الشتاء، تبارك الله اللي صبات. ايوا البنوما البنات، ان شاء الله غنديروا العشاء، غنديروا شويه ديال الدجاج، كميه ديال الدجاج غادي نديروا تبارك الله 3 دجاجات كاملين، غسلناهم مزيان وقطعناهم سقطرناهم. ايوا البنات، العطريه غنديروا البزار، الطحميره، سكينجبير، الخرقوم عرق يا ربي، وشويه الزيت. ايوا غنديروا البنات الكميه كامله ديال الدجاج، غادي نديروها في البانيو باش نشرملوها. راه كيجي زوين البنات، كيعجبني انايا على الفران، حتى هو كيتشوى على خاطرو، ديروه في الشوايه وتخلوه يتشوى، غير جربوها البنات وما غاديش ندموا. درت الكبادي، درت القنيصات، حتى هما درتهم، كاين اللي كيبغي يديرهم وكاين اللي ما كيبغيش، كل والاختيار ديالو. انا درت كل شيء، درت الملح البنات، درت الخرقوم عرق، كيهز تبارك الله العطريه، كيخصو كميه كبيره ديال العطريه. غنديروا البنات التحميره، انا كتعجبني، وكل اللي ما كتعجبوش يدير الخرقوم ديال الباكيه. انا ما كيعجبنيش الخرقوم ديال الباكيه، فكنفضل التحميره عليه. طبيعيه البنات، بعدا شي حاجه ما فيهاش المضره. ايوا شويه الزيت، شرملوها البنات بيديكم مزيان باش تدخل فيه العطريه. من الاحسن يكون شي بانيو متيسع باش تشرملوه على خاطركم. ايوا الحبيبات ديالي، اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك البنات، وكومونتير زوين بحالكم، الله يعطيكم صحيحتكم. تفاعلوا البنات مع القناه، باقا جديده. ايوا الله يجعل خير، الله يجعل خير يا ربي. شو البنات، شرمل مزيان تبارك الله، وكشرب العطريه شتيو قد ما كان تبارك الله رقيق، الدجاج مقطع صغير قد ما كيشرب العطريه، وكيجي زوينه البنات. كيكون غليظ ما كيشربش العطريه مزيان. غادي يعجبكم ان شاء الله، غادي يعجبكم. ايوا تشرمل البنات، نخلوه يرتاح شويه ونمشيو نشعلو الفاخر. ايوا هانتوما تبارك الله، كاين الجمر في الكانون، حسيتو في المجمر باش نشعل الفاخر. دائما تبارك الله كيبقى الماء سخون في الكانون، يشوف الجمر هذاك الشيء طبيعي ديال العربيه نيت. واختي ما حكينين في العربيه، نقضيو بالعواد، البوطه اختي راه كتقهر، هذاك الشيء طبيعي ماشي بحال البوطه. شعلنا الفاخر، زدت عليه الفاخر وغنخليه حتى يشعل مزيان، عاد ديك الساعه نديرو الشوايه ديالنا حتى هي تسخن. هنا زيت لوسي هو اللي شعل ليا الفاخر، انت تبارك الله دغيا شعل. الرابوس حتى هو خدام معانا، حتى هو تبارك الله دغيا كيشعل العافيه. خلوه يشعل على خاطر والبنات، على ما شرب الدجاج اليقامه. ايوا مشيو دابا يا نستفوه، نستفو تعمر الشوايه كامله، حتى الشوايه نيس كبيره ديال القلب، تهز تبارك الله كميه كبيره.
خلو الناس قامت صوتوا عليه ما والو، خلوه قلوا عليه العافية وخلوه سات، حسوا بيه بدا كيطيب. هذيك الساعة عاد صوتوا عليه باش يتحمر. شوفوا البنات تبارك الله، شوفوا كي جا محيمر، عرفتين زوينات والبنات، ما شهيتكم فيه ولا كانت واحدة توهمت؟ تسمح لينا. ونخلو البنات الدجاج ندوزو نديرو مطيشة، انا كتعجبني مطيشة، وحتى الواسي تبارك الله كتعجبهم مطيشة بشوية تا هي مع الدجاج، تا هي كتجي زوينة البنات، غير جربوها تا هي راه كتجي زوينة وغزالة. البصلة تا هي كتجي زوينة تا هي تشويها، ولكن اليوم ما غاديش ندير لهم البصلة، غادي نديرها مطيشة. خلو الدجاج لا خاطر ويطيب. هي البنات رشوا عليها غير شويه ديال الملح، ما نقولش ليكم كيفاش كتجي بنينه البنات، كتجي تبارك الله كطيب، عرفتي كتجي معسله. ايوا غندير الشويه الثانيه، الشويه الاولى طابت. شوف تبارك الله اليوم واخا نبات نشوي ما غاديش نكمل هذا الشيء خير كثير تبارك الله. ايوا البنات ملي شويت الشويه الثانيه، دابا غادي ندير مطيشه حتى هي تشوى باش نعطيهم ياكلوا وعاد نكمل الشيء الاخر. غير جربوا البنات مطيشه بحال هكا، راه حتى هي كتجي زوينه. انا درت عليها غير شويه ديال الملح صافي، وستفتها في الشوايه. ايوا نسدو عليها البنات ونخلوها تشوى على خاطرها، قد ما طابت تبارك الله كتجي معسله وكتجي زوينه. كتبغي شي حاجه انها باش تكسر الدجاج باش تدوزي بيها، هي والبصله في الحقيقه كيجيو زوينين. شوفوا البنات شوفوا تبارك الله، عرفتي ما نقولش ليكم. ايوا البنات عمرت الشويه الثانيه تا هي، تا هي قربات شوى تبارك الله. ثالثه يا ربي الشويه الثالثه. يوم الاحسن البنات ديروا الميكا والطبسيل، الشويه اللي شوي شوها تخويوها في الطبسيل وتغطوها بالميكا. انا عطيتهم الاخرين ياكلوا، عدد بيت كنشوي لينا قطع، ولا نسبقوا الرجاله.